يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. الطفيل بن عمرو الدوسي كان كافرا وكان زعيم قبيلة دوس، فأراد أن يطوف بالكعبة فحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كاهن وساحر، فمن شدة خوفه وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طاف بالكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليه عقله، قال لأسمع هذا الرجل، فأزال هذا القطن وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدره للإسلام وأسلم رضي الله عنه. ثم أراد أن يدعو قومه، منذ لحظة إسلامه في اللحظة الأولى حمل هم الإسلام، سبحان الله العظيم، فقال يا رسول الله لي قوما أريد أن أدعوهم، فذهب فدعا قومه فلم يسلم أحد، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم يهتدي أحد، أدعو على دوس، أدعو عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. فلما رجع الطفيل أسلموا عن بكرة أبيهم. انظروا إلى هذا الرجل اليوم الأول من إسلامه كيف حمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. فما أحوجنا نحن الدعاة إلى الله عز وجل المسلمون أن يكون عندنا هم لهداية الناس ودعوة الناس وأمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من أعظم الطاعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.